للإحماء القضائية ده واقع، خليني لازم انت خليني خليني ملتزم بس بيه. الاول طيب دكتور ابتدي كده أشرف، من اول حاجه. احنا عندنا لما في عماره بتقع، اوكي، اول حاجه الدوله بتهتم بيها ايه؟ السكان. الارواح. اه طبعا. اوكي، احنا النهارده عندنا الاسره وقعت، خلاص يبقى انا دور الدوله ازاي تحط قانون يضمن الاطفال دي يطلعوا اسوياء. عشان الاطفال دي يطلعوا اسوياء، الطفل ده ليه حقوق ماديه تتمثل في النفقات، اوكي، وليه حقوق نفسيه تتمثل في ان هو يتربى ما بين الطرفين. خلاص، انا اللي يهمني اكتر الحقوق النفسيه، رغم ان الستات انا عارف ان هي النفقه وهرد عليها، بس الحقوق النفسيه ليه؟ لو الزواج ده قائم، ايهما يتحمله الطفل اكتر؟ ان الاب عنده مشكله ماديه يقدر يستحملها، ولا ان الطفل يتعقد؟ ايهما؟ طبعا الطفل ما يتعقدش. اكيد الطفل ما يتعقدش، لان طبعا بعد كده هيبقى في مشكله في علاجه. خلاص، انما النفقه الماديه طبيعي الفتره اللي احنا بنمر فيها في البلد، في ناس كانت شغاله في قطاع السياحه، ناس اتدمرت، فطبيعي ان في ابهات ممكن تكون بتعاني من الموضوع ده. خليني اقول لحضرتك كلمه قالها اللي هو بكر الجندي، خلاص، اللي هو رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء مع السيد رئيس الجمهوريه. قال له ان 40% من حالات الطلاق بتتم في الخمس سنين الاولى. معنى ان 40% بتتم في الخمس سنين الاولى يعني متوسط اعمار الطلاق في الرجاله حوالي 27 28 سنه. الشاب المصري وهو عنده 27 سنه 28 سنه دخله كام؟ متوسط دخله كام؟ 1500 2000 جنيه؟ 2000 جنيه بس. لما يتحكم نفقه ب 500 جنيه، هل دي قليله؟ لسه هيدفع مصاريف مدارس ولسه هيدفع التزامات تانية. خلينا ناخد نقطه تانية. الاب اللي اتطلق بعد خمس سنين، بعد قبل مرور خمس سنين، اوكي، هل الاب دوت اوكي خلص الالتزامات بتاعته بتاعه الجواز؟ يعني خلص الاقساط بتاعه العفش؟ في عندنا حالات في الحمله اتخلعوا بعد 3 شهور جواز، اول ما الست كانت حامل راحت رايحه رفع عليه قضيه خلع. فهل الراجل ده خلص اصلا التزامات الجواز اللي عليه؟ فهيجيب منين؟ خلاص. وبعدين خلينا برضو اصلح لحضرتك معلومه، هم مش معترضين بس على سن الحضانه وترتيب الحضانه بس، هم معترضين اصلا على الاصطحاب، وانا مش فاهم ليه. يعني ليه؟ دين، لا، دين اسلامي. ربنا قال، خليني اكلم، ربنا قال ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه. صاحبهما، الصحوبيه يعني ايه؟ يعني الملازمه. لو حضرتك قريتها تفسير القران، صحوبيه يعني ملازمه، يعني لازم زي ما الطفل بيلازم امه لفتره من الزمن، لازم برضو يلازم ابوه لفتره من الزمن. تمام. طيب مع حضرتك هتعلقي، بس معايا معالي المواطنه نوال. مساء الخير يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ مجدي، انا جده ليا 9 سنين ما شفتش حفيدي. جده 9 سنين ما شفتش حفيدي. جده للاب ولا للام؟ للاب. جده للاب. للاب. طالما ما شفتش حفيدي. ليا 9 سنين ما شفتش حفيدي، وجده مات ما شفتوش. جد الطفل مات من محروم منه. وانا والاب لو عايز يخطف ابنه كان خطفه واحنا محرومين منه. والام رافضه انها توريه لكم؟ عايزين نكمل المكالمه. يا استاذه نوال، مدام نوال، يا امي معايا؟ سامعاني؟ قطع الخط ليه يا جماعه؟ يا ريت نجيبها. طب هاتها تاني لو سمحت، هاتوها تاني بعد اذنكم. يا ريت. سراني اتفضلي. هرد برضو على الجدة، ان هي زعلانة ان هي ما بتشوفش احفادها وكده. الجدة من حقها ان هي ترفع دعوة رؤية وتشوف الولاد، ما فيش مشكلة خالص في الموضوع. لا، ده هي غير قادرة انها تتحرك اصلا عشان تروح مركز شباب. يعني جدة عندها 70 80 سنة، الاب ياخدها درجها وراه عشان يروح عايز في عز الحر وفي عز البرد في النادي، يشيلها كده عشان يروح مركز شباب. شوف، ودي حاجة مؤثرة جدا. لا عيب والله، لان هم دخلوا محكمة. يعني الجدة دي ما حدش يتدخل. هل الجد والجدة يكرموا في كبارهم؟ طب انا حضرتك طلبت فعلا محدش اتفضل، محدش يقاطعها. يا ريت. اتفضل يا فندم، سجلوا كل النقاط. هو انا مبدئيا انا شايفه ان حزب الوفد حسبها غلط، وهحط يعني كذا خط تحت كلمه حسبها غلط. انا دلوقتي الجميل هيترد له. لا، من فضل حضرتك يا استاذ. لا، هي العمليه في انتقاد. اسمعيني، في انتقاد معين. طيب، في حاجه قانونيه. اتفضلي، وانا جاي ارد على كل، انا جاي النهارده. ما تقفليش على كل كلمه بقولها. انا لما اخلص ابقى اعلم. هي بتقول ان حزب الوفد في مشروع حسبها غلط، هذا رايي. اديني نقد موضوعي او لازع وانا هرد. يا فندم انت صبرت. حسبها غلط. هو تمام. تديها بس عايز كلام نكسب وقت. حاضر، معلش. تعال تعالى اتكلم مكاني. طب الحاجه نوال رجعت، معلش حضرتك هتتكلمي. نعم يا حاجه نوال، اتفضلي يا فندم. ايوه استاذ مجدي، انا جده ليا 9 سنين ما شفتش حفيدي، وجده توفى ما شافوش، وابني عامل رؤيه بيشوف ابنه يمكن كل شهر او شهرين مره، ما بيروحش على طول الصيف.
وبعدين كل الاباء اللي بتطالب بالاستضافه دي باباء محترم، احنا بنطالب بالذوق. هو انت حضرتك ما رفعتيش دعوه للرؤيه يا فندم؟ لا ما رفعتش مره، رحت مع ابني اول ما شافتني مع ابني من بعيد راحت مراجعه بالولد ايه. يعني هي موافقه والده يشوفه لكن حضرتك لا. ايوه بتقول انتوا مالكوش، الاب بس لما انتوا مالكوش. وبعدين احنا من حقنا نشوف ابننا ده. الطفل ليه اسره ثانيه مش اسره والدته بس. من حقنا نشوف الولد يا فندم. صح. ما ينفعش كده، 9 سنين انا خايفه اموت ما اشوفوش. والله خايفه اموت ما اشوف. حرام عليكم. بعد السر عليك. حرام عليكم يا فندم والله. طب ما رفعتيش دعوه ليه يا امي؟ انا مش عايزه دعوه، احنا عايزين مين اللي الدعوه الاستضافه بترفض لان قوانين الرؤيه جدا. تمام تمام تمام، اتفضلي يا ماما نوال. تكمل. يشوف بيت ابوه ويشوف بيت جده. يعني الابن يجي يقعد في حجر جدته شويه في بيتها. نفسي هموت والله، نفسي اشوفه. حاضر. ما ينفعش كده، ومش كل الاباء، الاب لو عايز يخطف يا فندم يخطف وهو ابنه كده محروم منه. انما لما يبقى في حضنه هيخطفه ازاي يا استاذ مجدي؟ عندك حق يا ماما. عندك حق. حرام والله، 15 سنة وكمان ما نشوفوش العيل. حرام. حاضر. الولد ما يعرفناش والله خالص. حاضر يا ماما. والله لسه نشوفه. حرام. طب يعني والدته الموقرة، والدة الولد اسمه ايه يا ماما نوال؟ نعم اسمه احمد. خلي احمد يا مامته يشوف جدته. جده مات من غير الله يرحمه، من غير ما يشوفه. والله ما شافه. خديه من ايده ووديه لجدته تشوفه. وقعدي اشربي شاي وقهوه وكلي واشربي. وجدته هتعمل فيه ايه؟ ده جدته. الكلام ده مش بيحصل لصغرك. وعند الموضوع عند وكيديه وتنكيل ثلاثه. وبعدين تاخد نفسك ما تعرفش الجده دي تعمل عن طريق ايه؟ ايا كان انا ضد قطع صله الرحم. ربنا بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ حاضر يا مانوال. لعنهم الله فاصمهم واعمى. حاضر يا مانوال. حاضر.